معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد السيد حمزة مصطفى المحلل السياسي. مرحبا بك سيد حمزة. دعنا نبدأ من قرار إعادة فالح الفياض. اليوم تم نقض هذا القرار الذي اتخذه العبادي وأعيد إلى جميع مناصبه. ماذا فهمت من هذا القرار؟ هل تتوقع أن هناك ضغط من الحكومة الجديدة على المحكمة الاتحادية؟ نعم، شكرا جزيلا لك وللزميلة ولمشاهدي قناة الفلوجة. الحقيقة القرار قرار ولائي الذي صدر عن محكمة القضاء الإداري، وهو أوقف قرار العبادي بإقالة فالح الفياض من مناصبه وأبقاه في مناصبه لحين حسم الدعوة في المحكمة الاتحادية. وهذا إجراء يعني الحقيقة كثيرون يعني عبروا عن استغرابهم له، باعتبار أن السيد الفياض هو أصلا لم يعني يصوت عليه، كان هو في الوكالة في كل مناصبه هذه في الوكالة. وبالتالي عندما أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس وزراء أمرا بإقالة من مناصبه، يفترض أن يحترم هذا الأمر انطلاقا من أنه لم يصوت عليه داخل مجلس النواب حتى مثلا. طيب الكثير قال بأن هذا القرار يعني قرار العبادي كان محكمة القضاء الإداري، فالقرار من هذه الناحية أثار جدل. الجانب الآخر، الحكومة الجديدة لا تزال يعني لم تستكمل بعد، ننتظر أن تنال الثقة من البرلمان نهاية هذا الشهر حتى نعرف فيما إذا كانت يعني يعني تؤدي مهامها بشكل صحيح أو تمارس ضغوط أو غيرها على القضاء. طيب، موضوع القضاء العراقي الحقيقة أيضا من المواضيع المختلف عليه، يعني ليس في العراق شيء غير مختلف عليه بمن في ذلك القضاء. أحيانا عندما يحكم لصالح جهة معينة تعتبر قضاء نزيه، وأحيانا عندما يحكم بالضد منها تعتبر قضاء غير نزيه، وهذه إشكالية بحد ذاتها تتطلب وضوح في هذا الأمر. كيف يمكن أن نقيم من كيف، ما هي معايير النزاهة وما هي معايير الفساد حتى نعرف القضاء ودوره بشكل واضح. طيب، تحدث عن الكابينة الوزارية الجديدة سيد حمزة، هل تتوقع أن تجربة المحاصصة ستنتهي عندما اتخذ السيد عادل عبد المهدي التقديم عبر الانترنت وتقديم طلبات عبر البوابة الإلكترونية؟ هل ينجح ذلك في العراق وسط ضغوط من قبل أحزاب، خاصة تقول أنه من حقها أن تأخذ وزارات وتأخذ مناصب؟ نعم، الحقيقة يعني علينا أن نفك الاشتباك بين مجموعة من المفاهيم والمصطلحات، المحاصصة، التكنوقراط، الاستحقاق الانتخابي. هذه الأمور يجب أن يتم توضيحها حتى لا تختلط المفاهيم. المحاصصة في العراق موجودة، ولكن الآن في هذه الدورة حصل اختلاف ولو جزئي لكن مهم أيضا، وهو أن الكتل الآن التي اشتركت عبر الكتلتين الكبيرتين الإصلاح والإعمار والبناء هي من أحزاب شيعية سنية كردية، يعني لم تكن هناك كتلة أكبر شيعية ترشح رئيس الوزراء وتلتزم الكتل الأخرى أو يفرض عليها، ثم يأتي لرؤساء الجمهورية والبرلمان عبر سلة واحدة. إنما حصل هذه المرة مختلف، بدليل حصلت انتخابات، وهذه الانتخابات كانت صعبة، سواء كان في انتخاب رئيس البرلمان رشحوا 9 كلهم من السنة، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية رشحوا أكثر من 30 واحد، 8 منهم أكراد. لم يخرج عن نطاق المحاصصة. عندما نأتي الآن إلى رئاسة سيد حمزة، يعني هذا الموضوع لم يخرج عن نطاق المحاصصة. المناصب السيادية بقيت محاصصة، ولكن طريقة الترشيح لها اختلفت نسبيا. ربما ستكون محاصصة حزبية، كل مرة تأتون في سلة واحدة. المحاصصة الحزبية موضوع مختلف. ليش هو توضح هذه النقطة؟ الحزب الذي يعني يأتي إلى الانتخابات ويحصل على أصوات، هو مهمة الحزب أصلا الوصول إلى السلطة، هدفه الوصول إلى السلطة طبعا بالطرق المشروعة. وعندما يفوز في البرلمان بعدد من المقاعد يتطلب أن ينفذ برنامجه عبر الحكومة، فهذا من حقه. فهنا الأحزاب لا تنطبق عليها مفاهيم المحاصصة إلا إذا تحولت إلى مكوناتية، بمعنى هذا الحزب يقول أنه يمثل السنة، وذاك الحزب يقول أنه يمثل الكرد، وذاك الحزب يقول أنه يمثل الشيعة. الحزب عندما يقول أنه يختزل المكون به تصبح محاصصة، ولكن عندما يتصرف الحزب كحزب سني له أهداف معينة أو كحزب شيعي وكحزب كردي، هذه لا تنطبق عليها محاصصة، وإنما ينطبق عليها موضوع الاستحقاق الانتخابي.
الشعبي. ولذلك الآن الإشكالية بين السيد عادل عبد المهدي المكلف برأس الوزراء وبين الكتل بعض الكتل السياسية هي ترى أنه يريد أن يصادر استحقاقها عبر النافذة الإلكترونية التي يعني أوجدها لترشيح وزراء، أو بينما هو منح فرصة طيب. لكي يختار كابينة الوزارية على الأقل من قبل زعيم التيار الصدري طيب. سيد مقتدى الصدر عندما تخلى عن حصة سائرون في هذا الأمر. فهنا طيب. أيضا حمزة. هذه الناحية لا تزال تأخذ يعني مد وجزر بين كيف يمكن يتصرف الوزراء، هل مع الكتل في ضمن هذا الاستحقاق الانتخابي أم عبر النافذة الإلكترونية ويأتي بتكنقراط، وكيف يمكن أن على الثقة داخل مجلس النواب. يعني في ظل هذا السياق سيد حمزة هناك يعني شبه تراشق كلامي داخل كتلة الفتح، ببعض نوابه يقولون نحن سنتنازل عن أي شيء مقابل أن ينجح عبد المهدي في أداء كابينة وزارية قوية، والبعض الآخر يقول لا. كيف تنظر لهذا التنازل؟ هل هناك بارقة أمل لنقول تساعد وزير رئيس الوزراء الجديد في حكومته الجديدة؟ الحقيقة الآن رئيس وزراء في وضع صعب تقريبا، يعني هو مثلا منح من قبل سائرون الصلاحية، هذا أوكي يعني زعيم التيار الصدري قادر على أن يسيطر على تياره وعلى نوابه ويلتزمون، لكن الكتل الأخرى لم تعلن. يعني أعلن السيد هذا العامري عن الفتح، ما لا أعرف إن كان يمثل بدر فقط أو كل الفتح، أعلن أنه أيضا منح الصدر منح عبد المهدي الصلاحية الكاملة، ولكن هناك نواب بالفعل عن هذه الكتلة وغيرها يتحدثون أنهم كيف يمكن أن يمنحوا الثقة لرئيس وزراء يأتي بوزراء عبر النافذة الإلكترونية. ماذا فسرت هذا التضارب؟ خبرة، يحتاج نعرفهم وقت. هذا طبعا تضارب بالأنباء وتراشق، وأيضا هناك كتل لم تمنح السيد عادل عبد المهدي أي صلاحية، يعني لا دولة القانون أعلنت ولا الحكمة ولا المكون السني ولا الأحزاب الكردية، كلهم يريدون استحقاقهم الانتخابي، وطبعا هم محقون في ذلك بالمناسبة، لأن كأحزاب ونالت أصوات في البرلمان تريد أن تنفذ برنامجها عبر الحكومة حتى تكون مسؤولة عن تطبيق برنامجها. أما إذا كانت هي في البرلمان ورئيس الوزراء يأتي بوزراء لا أحد يعرفهم، ربما تصبح إشكالية بين الطرفين. شكرا لك سيد حمزة مصطفى المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد.